وكأن مبادرة الإطار الأخيرة مبادرتكم التي رد عليها زعيم التيار الصدري أرجعتنا إلى الوراء 5 أشهر عندما كان هنالك اللعب على وتر المستقلين في تشكيل الحكومة وطرح رئيس أو طرح منصب رئيس الوزراء أيضا، والرهان كان هنالك على انضمام المستقلين مع هذا الطرف أو مع ذاك، ولكن اليوم الصدر يتخلى عن وزارته لهم وأنتم كإطار تنسيق تدعون إلى ترشيح رئيس وزراء من قبل المستقلين. هو إحنا عندنا 40 مستقل 40 نائب مستقل، شنو اللي يضمن أن هم جميعهم مستقلين قلبا وقالبا؟ بالتأكيد إحنا ما نقدر نضمن أنه لا الأخوة المستقلين هم مستقلين بشكل مطلق، هذا من جانب. الجانب الآخر أعتقد أن مبادرة الإطار التنسيقي هي مبادرة واقعية. الأخوة في إنقاذ وطن قالوا أنه إحنا نريد أن نفعل دور المعارضة، لكنهم استحوذوا على كل اللجان النيابية ورئاسة مجلس النواب واللجان الرقابية. كيف ممكن أن نفعل برأيكم عمل وأداء المستقلين إن ذهبوا للمعارضة؟ لا، اليوم الإطار التنسيقي يطرح بشكل أنه إذا الأخوة المستقلين قادرين على ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء قادرة على أن تقوم بهذه المهمة فلا ضير في ذلك، ونحن نريد أن ندعم المعارضة ونقوي المعارضة. هي عملية عبور فترة زمنية سيدة الفاضل، عملية عبور فترة زمنية. هذه الفترة هي ما تبقى 3 سنوات من عمر العملية السياسية الحالية، فأعتقد أنه حتى رئيس الوزراء القادم لا يستطيع أن يقوم بعمل أي شيء لم تتكاتف الكتل السياسية. اليوم هنالك تحديات كبيرة جدا، هناك مجاعة تهدد العالم، هناك تحديات مناخية، هناك حرب كونية، هناك أمور كثيرة. خلنا نشتغل بشكل واقعي وبشكل عقلاني ونتحدث بصيغة مقبولة. هذه الصيغة التي يتحدث بها الآخر هي صيغ حقيقة جل الاحترام لهم، لكنها غير مقبولة. هذه صيغ مرتفعة، هذه صيغ يعني فيها مغالات وفيها مبالغة. أنتم كنتم شركاء في العملية السياسية في الفترة الماضية وقد فشلتم أيضا كما فشل الآخرين. شو المشكلة يا سيد الكريم؟ اليوم إذا جلسنا على طاولة واحدة وتفاهم، ومثل ما تفضل الأخوة في الإطار التنسيقيات الإطار التنسيقي، وشفنا النقاط 9 والالتزامات 9، خلي تكون هي هذه منهاج عمل وننطلق بمشروعنا، والسنوات القادمة إن شاء الله التجربة القادمة تكون فيها آلية جديدة هي أن تكون الحكومة حكومة أغلبية لا توافقية وانتهى الموضوع. شو المشكلة؟ يعني أنتم اليوم طرحتم